السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة، يومكم سعادة وهنا ويا رب دايما كده متجمعين مع بعض في الخير وعلى خير وزايدين دايما دايما ومش ناقصين، يومكم حلو بإذن الله، وحلقتنا النهاردة كمان حلوة ولذيذة جدا جدا، وصفات تحفة مش هتوقفك كتير في المطبخ بس النتيجة ممتازة جدا جدا. النهاردة هنعمل كفتة فراخ بطريقة لذيذة جدا، وكفتة الفراخ من الكفتات اللي بتبقى حلوة قوي إلى حد ما، أرخص شوية من اللحمة، هنعملها مع بعض بطريقة مميزة جدا عشان تاخدي أحلى كفتة فراخ مشوية. كمان هنعمل معاها شوية مكرونة بقى محمرين في منتهى الجمال، وسلطة بابا غنوج. هنقول كل حاجة بالتفاصيل والأسرار علشان تطلع معاكي ممتازة جدا وعشرة على عشرة. دي كده محتوى أو ده المنيو بتاعنا النهاردة، يا رب الوصفات كلها تنال إعجابكم. قبل ما نبدأ حلقتنا تعالوا نفتكر مع بعض أرقام تليفوناتنا اللي تقدروا تتواصلوا معانا من خلالها طول الحلقة، من أي تليفون أرضي على 0900 900، أما الموبايل هيكون على 2600 وفي انتظار مكالماتكم. وبينا نبدأ يلا ونسمي بسم الله، وأول وصفة معانا هتكون كفتة الفراخ المشوية الخطيرة. تعالوا بينا نشوف مقاديرها إيه. عندنا نص كيلو من صدور الفراخ ونص كيلو من الأوراك، ممكن لو أنا هعمل نص الكمية يبقى ربع وربع، أهم حاجة أن أنا أعمل ميكس ما بين الأوراك والصدور علشان ناخد نتيجة مميزة وطرية لكفتة الفراخ المشوية. عندنا نص كيلو كمان، عندنا 3 معالق كبار من اللية المفرومة، تمام؟ واللية هنا اختياري بس صدقوني بتفرق جدا جدا في الطعم وفي طراوة الكفتة. بصلة كبيرة مفرومة، ربع كوباية من الكزبرة المفرومة، فلفل رومي متقطع وفلفل رومي أحمر، واحد أحمر واحد أخضر، معلقتين كبار من الزيت ورشة سكر بسيطة جدا، معلقة صغيرة من البابريكا ولو مدخنة هيبقى أفضل، معلقة صغيرة من الكمون، رشة من الثوم البودر والبصل البودر ورشة حبهان بودر، ملح وفلفل أسود. دي كده مقادير كفتتنا النهاردة، ويلا بينا نشتغل مع بعض. عايز اقول لكم ان الكفته دي اجمالا بيبقى طعمها خطير جدا جدا، بتبقى طريه ولذيذه، واللية اللي احنا بنحطها اللي هي 3 4 معالق من اللية المفرومه بيدوها طعم وريحه حلوه جدا اثناء الشوي. المقادير زي ما شفتوا مقادير بسيطه. تعالوا ناخد بقى الكزبره والبصل، احط كمان الفلفل، عندنا فلفل رومي اخضر واحمر، هحط كل البهارات بتاعتنا، عندنا الكمون، رشة من السكر، بصل بودر وتوم بودر احنا كنا عاملينه مع بعض الاسبوع اللي فات، وعندنا البابريكا المدخنة، وكمان رشة بسيطة خالص من الحبهان البودر، ما ننساش الملح والفلفل أكيد. وفلفل أسود. وبكده أكون حطيت كل البهارات على الخضار اللي عندنا، البصل والفلفل وكمان فلفل رومي أحمر وأخضر، وعندنا كمان حطينا الكزبرة الخضراء. تعالوا بينا نضيف عليهم اللية ونضرب الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا لغاية ما ينعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزي ما انتم شايفين كده، مش عارفه مين اللي جايبني بقى، المكونات كلها اتفرمت كويس جدا جدا مع بعض، تمام. وبكده اكون سهلت الدنيا شويه، هبتدي اخد بقى الفراخ بتاعتنا. اهم حاجه بقى هنا في الموضوع ان الفراخ بتاعتنا سواء صدور او اوراك بجيبها اغسلها وبعد كده اصفيها وانشفها وبعدين نقطعها مكعبات صغيره علشان نقدر ان احنا نفرمها. لازم تكون متصفيه تماما من اي سوائل علشان ما تخليش الكفته معايا يعني نقول ايه لينه زياده عن اللزوم، واعرف ان انا اشكلها كويس جدا، ما احتاجش بقى ولا احط بقسماط ولا احط اي حاجه، تمام. يبقى خطوه مهمه جدا الفراخ تكون متنشفه تماما، ما فيهاش اي سوائل، ما فيهاش اي ميه علشان ناخد نتيجه كويسه. نقفل بقى
ونكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. دايما في استخدامنا للأجهزة الكهربائية في البيت ما ينفعش ان احنا نفضل مشغلين عليها فترة طويلة، لازم من فترة للتانية نوقف تاخد بريك ونرجع نشتغل تاني علشان ما تخسرش مننا لا قدر الله. فتعالوا نكمل يلا. هايل جدا، هبص كده بصه لو لقيت الفراخ خلاص نعمت والدنيا تمام فكده حلو زي الفل. بصوا كده يا جماعه معايا، شايفين تحفه ما شاء الله. لون الخلطه نفسها عشان تبان بس معانا شويه، شايفين لون الخلطه، خلطه الكفته خطيره وريحتها كمان حلوه قوي قوي. كده خلصنا خلاص والكفته بتاعتنا اتفرمت الحمد لله والدنيا تمام. بينا بقى نشكل الكفته بتاعتنا. هلبس بقى جلافز كده علشان نبدا نشتغل. وعايزه اجيب طبق صغنطوط احط فيه معلقتين من الزيت علشان اصبع بيه الكفته وما تبقاش بتلزق في ايديا. اعتقد كده عملنا خلطة الكفتة في دقايق معدودة. ننزل بقى الكلام ده كله في طبق كده عشان نبدأ نشكل براحتنا. دايما نخلي بالنا كده من ايه السلاح بتاع الكبة لانه بيبقى طبعا حامي. الخلطه شكلها خطير وريحتها حلوه قوي قوي. التوابل طبعا اللي حطيناها لسه كمان لما تتشوي، واللي تيجي بقى على الجريل كده او الطاسه. على فكره تقدري تعمليها او تسويها على جريل زي ما احنا هنسوي دلوقتي، ممكن على طاسه، ممكن كمان على او في الفرن في اي او على الفحم. اي طريقه للشوي انت بتفضليها واسهل لك هتشتغلي بيها هتديكي نتيجه حلوه قوي. نقطة زيت وابتدي بقى ايه اجيب طبق كده علشان اصبع عليه الكفتة. ومسن بتاعنا طبعا نظيف وجاهز، هبتدي اخده بقى علشان اروح اشكل الكفتة. واخد قبل ايدي كده شوية بالزيت علشان الكفتة ما تمسكش في ايديا، واخد جزء كده تمام وابتدي اشكل بالشكل ده. تمام زي الفل. ايه رايكم بدل ما نحط ونشيل وتتبهدل مننا تعالوا على طول نشتغل على الجريل. بس انا محتاجه اجيب فرشه واخد كده برضو نقطة زيت وابتدي ادهن الجريل بتاعتنا اللي لازم لازم تكون سخنة. ما ينفعش احط ابدا الفراخ وهي او لحمة او اي حاجة هشويها ويكون الجريل بتاعتنا لسه ما سخنتش تمام، لانها هتتفكك منك لو بتعملي كفتة على فحم مثلا هتلاقيها فكت منك لو الشبكة اللي انت بتحطي عليها مش سخنة او الفحم يكون تمام التمام وجاهز. تعالوا بينا يلا ناخد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحط كده، هدهن برضو السيخ. بعز جدا المسن لما اكون هعمل كفتة، بحب قوي اشكله عليه لانه بيفرغها لي من جوه، بتبقى بتستوي اسرع وطعمها بيبقى احلى. وزي ما انتم واخدين بالكم كده ايديا ببلها بالزيت، امشيها كده الاول عليه عشان تطلع معايا الكفتة بسهولة.
وبعدين اخد جزء وابتدي اسيخها كده. حاولي بقى تعملي الكميه كلها في السمك قد بعضها، يعني كلها تبقى بنفس التخانه. ونشوي بقى وبألف هنا وشفا، خطيرة وسهلة زي ما انتم شايفين كده، مش تاخد منك وقت ولا مجهود، والنتيجة بجد مميزة جدا جدا. احنا ممكن نعمل حاجة لطيفة جدا، ان احنا نفتح نشوي على الاتنين، بلاش ان احنا نقفلها. انا ان شاء الله افتحها على طول كده. فتحت الشواية 180 درجة، هدهن هنا كمان علشان ابتدي اشوي هنا وهنا. يلا بينا. كلمني يا استاذ حمدي. طبعا، علم الانسان ما لم يعلم. قد ايه التكنولوجيا برضو ليها ايجابيات كتير كتير في حياتنا، واكيد اكيد ليها سلبيات، صح؟ سلبياتها بقت اكتر. مش عارفه يعني، هو المشكله فينا احنا بقى في استخداماتنا ليها. يعني البني ادم هو اللي بايده ان هو يستفيد من ايجابياتها ويرمي سلبياتها، مع انها هي لازم كده هتطوله باي حال من الاحوال، بس الحجم بتاع السلبيات الانسان قادر ان هو يقلله ويكتره على حسب ايه، على حسب هو استخدامه شكله ايه. اتكلم بقى على كل حاجه في التكنولوجيا لغايه السوشيال ميديا. يلا بينا. انا كده شغاله بصبع او بسيخ الكفته بتاعتي واحطها على الجريل عشان نشويها وناخد بقى احلى فراخ مشويه او احلى كفته فراخ مشويه. عايزه اقول لكم انها تطلع طريه ولذيذه والريحه الحلوه بدات تطلع. احنا بقى هنكمل، بس هنطلع فاصل صغير خالص ونرجع لكم على طول. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. وعلى رأي أستاذ حمدي، الله على كفتتنا، كفتة قلبت ريحة المكان وطعمها بقى هيبقى خطير. سهلة ولذيذة وبسيطة، وفي 10 دقايق كنا عاملينها، وكمان هنشويها زي ما قلت لك. تقدري تشويها بنفس الطريقة على طاسة على النار، أو إنك ترصيها في صاج مدهون برضو بالزيت والفرن على أعلى درجة حرارة وتدخليها في النص، أو إنك تشويها على الفحم. ليكي بقى مطلق الحرية زي ما أنتِ حابة وزي ما أنتِ بتحبي، أو تستسهلي اللي متوفر عندك في البيت. كده الدنيا تمام، والكفتة بعد شوية بنشوفها لو لونت بنقلبها الناحية التانية. نشوف هنا كده، بسم الله. بعمل بقى معاها بحرص كده، ما شاء الله بجد ريحتها حلوة قوي قوي. لسه دول شوية نخليهم براحتهم. تعالوا بينا ناخد بقى مع بعض مقادير المكرونة اللي هنقدمها النهاردة جنب كفتتنا الحلوة دي. عندنا النهارده مكرونه محمره، والمكرونه المحمره من الحاجات السهله واللذيذه واللي بجد في 10 دقائق تعمليها. عايزه اقول لك الاكله دي كلها مش تاخد منك ساعه زمن وانت في المطبخ. فتعالوا بينا نشوف مكرونتنا النهارده هنعملها ازاي. عندنا كيس مكرونه او اي كميه طبعا انت عايزاها، نقي المكرونه الصغيره بتبقى لطيفه جدا. هنحتاج معلقه صغيره من الثوم المفروم، معلقه كبيره من الصلصه، 4 معالق كبار من الزيت، ومعلقه زبده، لتر شوربه، مكعب مرقه،
هنحتاج كمان نص معلقه صغيره كمون، ملح وفلفل اسود، ممكن كمان دخلوا لي رشه من الكزبره الناشفه، بحب طعمها جدا مع المكرونه. تمام، مقادير بسيطه متوفره في البيت. يلا طلعي كيس المكرونه لو محتاره تعملي ايه، وتعالي بينا نشوف هنعمل ايه بالمكرونه. هاخد الزبده، وعندي الزيت هنا، حل على النار، هحط شويه الزيت الاول عشان لو الحله بتاعتي سخنه بزياده. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي مكعب الزبده، يبتدوا بقى يسخنوا كويس كده، وانزل كميه المكرونه اللي انا حابه ان انا احمرها. نقلب، ونخلي المكرونه بقى على النار وتقليبه من وقت للتاني عشان تاخد معانا لون ذهبي جميل. ونرجع للكفته بتاعتنا ونقلب اللي محتاج يتقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. محتاجه البس بس جلوفز كده عشان اساعد بايدي. كتير بيشتكوا من كفته الفراخ انا بعملها تطلع طعمها مش قد كده، تطلع ناشفه، مش عارف ايه الكلام ده كله. مع الخلطه اللي احنا عاملينها النهارده للمكرونه هتاخدي للكفته هتاخدي احلى كفته طريه ولذيذه وطعمه جدا جدا ومستويه وزي الفل. دول كمان عايزين يتقلبوا. واخدين بالكم الموضوع سهل جدا، الكفته ما بتتفرفتش ما بتتفتتش، متماسكه، ولا حطينا مثلا بقسماط، ولا حطينا اي ماده رابطه فيها ولا اي حاجه خالص، هي مترابطه ومتماسكه مع شويه الحاجات اللي قلنا عليها، واهمها ان تكون الفراخ مغسوله ومتصفيه ومتنشفه كويس قوي قوي، صدقوني بتفرق جدا في طعم الكفته. هايل. كده بسوي الكفتة من جميع الجوانب. مش عايزين يقف. نسبت بقى كده زي الفل، واجري اقلب المكرونه. من الحاجات برضو المهمه عشان المكرونه تطلع معاكي كويسه شكلا وطعما ان دي تتقلبيها من كل يعني كل وقت والتاني على طول علشان ما تتحمرش من ناحيه، فناحيه تبقى غامقه قوي وناحيه فاتحه قوي، عايزينها كلها تاخد لون كده ذهبي لذيذ. نفس الكلام، الكفتة محتاجة متابعة علشان ناخد تسوية حلوة وشكل كمان حلو ما تبقاش غامقة. دول لسه مقلبينهم. حلوة قوي. يبقى الكفتة ما بين وقت للتاني حمرت من ناحيه، بنقلبها الناحيه الثانيه، مره الجنب ده ومره الجنب ده عشان تبقى كلها خلاص استوت 10 على 10 وابقى متاكده ان الدنيا تمام. المكرونه نفس الكلام، تقليبه من وقت للتاني علشان كلها تاخد اللون وتطلع معانا شكلها حلو وطعمها كمان جميل. ابسط اكله ممكن نعملها، مش هتوقفنا كتير في المطبخ، بس كل اللي هيدوقها هينبسط جدا جدا.
اتحمرت من ناحية بنقلب الناحية التانية. هي طالما اتحمرت يبقى خلاص استوت. زي ما قلت لكم فراخ مفرومة فما بتحتاجش وقت كبير في التسوية. ما شاء الله بجد حلو قوي. انا ممكن اخد من هنا بقى نوقف الطابور اللي هنا. تحفه. نرجع للمكرونه. سخنت الدنيا خلاص وبدات المكرونه تحمر معانا، فمش عايزين نسيبها كتير عشان كلها تبقى واخده لون حلو. لما بتكون غامقه قوي بيبقى شكلها مش لطيف، علشان كده حمريها. ميزه التحمير بقى ايه؟ انك لو استخدمتي اي نوع مكرونه هتطلع معاكي حلوه ومش هتعجن في بعض. ليه؟ المكرونه اتحمرت فخلاص بتبقى كل وحده مكرونه احتفظت بشخصيتها، عمرها ما هتلزق في اختها ابدا. علشان كده التحمير مهم جدا. زي سبع عصفور مثلا لو بنحمره او الشعريه ما بيعجنش، نفس الكلام في المكرونه. في اي نوع مكرونه انت حاسه ان هو نص ونص كده، كل ما تعمليه بالصلصه يعجن معاكي اعمليه محمر فهيبقى نتيجته احلى. عندنا في مقادير المكرونه معلقه من الثوم المفروم اللي احنا كنا خزناه مع بعض. فالثوم امتى احطه؟ لما الاقي خلاص ان المكرونه بدات تاخد اللون الذهبي كلها والدنيا تمام، فبنزل الثوم. طبعا الدنيا هتكون سخنه، الحله سخنه، المكرونه سخنه، هينزل الثوم على طول هيتشوح ويبتدي يستوي معانا على طول. هي خلاص دي كده ونحط الثوم. نرجع للكفته بتاعتنا كده نطمن عليها اخبارها. هي لسه شويه دي عايزه تتقلب، روحي الناحيه دي. شغالين لغايه ما الاقي ان الكفته خلاص اتحمرت من كل الجوانب علشان تبقى استوت تمام التمام، وانا كده متاكده منها. بصوا المكرونه كده اللون حلو قوي قوي، بصوا معايا شايفين اللون خطير، ما تغمقيش اكتر من كده. في الوقت ده هقدر انزل بقى معلقه الثوم المفرومه اللي هتدي طعم حلو قوي قوي، ونشوحها في المكرونه السخنه وكل حاجه سخنه هنا. احط بس بقيه المكونات يا استاذ حمدي ولا مستعجلين؟ طيب خلاص. طيب هبعد المكرونه عن النار عشان اطلع فاصل وارجع زي ما هي بالظبط، مش هنعمل حاجه اوعى تروح في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني وخلاص الكفته زي ما انتم شايفين كده خطيره، ريحتها حلوه واستوت والدنيا تمام. فاضل بس ان هي تتاكل بالهنا والشفا. انا اي سوائل دهنيه كده نزلت منها بلمعها قبل ما ارفعها بقى من النار، حاجه بسيطه كده. وبجد ما شاء الله ما شاء الله تحفه واستوت. بينا بقى مجهزين سيرفيس كده وحاطين فيه بقدونس، والبقدونس هنا مش بس شكل جمالي، لا ده كمان علشان بيساعد على الهضم وبيمتص اكبر نسبه دهون موجوده. تعالوا بينا بقى يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله الكفته بقت من جميع الجوانب زي الفل، ودايما كده لو لازقه ولا حاجه بنبتدي نشيلها علشان
ما تتقطعش مننا. بصوا الجمال تحفه ما شاء الله. الناحيتين متحمرين واخدين التجزيعه بتاعه الجريل وشكلهم خطير. احنا كنا شغالين بنعمل المكرونه مش عايزين ننسى، بس انا هرفع بس ايه الكفته ونرجع لمكرونتنا تاني. احنا كنا حمرنا المكرونه في سمنه وزبده وزيت او سمنه وزيت اللي متوفر عندنا، وبعد كده عملنا ايه بعد ما اتحمرت واخدت اللون اللي احنا عايزينه نزلنا لها معلقه من الثوم المفروم وقلبناهم وبس كده. ده اللي احنا كنا عملناه. عايزه بس ايه اسلك عشان لو لازقين ولا حاجه يطلعوا بسهولة. دي محتاجة لسه سنة على الجنب ده، ودي تمام خلاص. هما الاتنين بس دول اللي فاضلين معانا، نسيبهم ساندين بعض كده ونروح للمكرونة ونشوف هنعمل فيها ايه. خلاص الدنيا تمام، والتوم اتشوح في الحرارة بتاعت الحلة بتاعتنا. عندي بقى معلقة من الصلصة، مكعب مرقة والبهارات. نحط مكعب المرقة واحط رشه من الكمون، وما ننساش طبعا ملح وفلفل. ونعمل حساب لو الشوربه بتاعتنا فيها ملحها نظبط الملح. نقلب وتعالوا بينا يلا ننزل معلقتين كده من الصلصه. وادي مقادير المكرونه هتنزل تاني على الشاشه. مجهزين شوربه، وشوربه تكون مغليه، وابتدي اضيفها. بسم الله الرحمن الرحيم. والريحه تحفه ما شاء الله. هنا بقى الشوربه لازم تغطي المكرونه زي الرز بالظبط، كانك بتعملي رز بالظبط. تمام، هبتدي اغطي الحله بتاعتي علشان تبتدي المكرونه تغلي وتتشرب، وبعدين نهدي عليها النار او ما نهديش النار، احنا نطفي على طول وهي نسيبها وهي هتكمل تسويتها. يبقى هسيب المكرونه على النار تغلي بس 3 4 دقائق وبعدين اطفي عليها واسيبها هتكمل تسويتها وهتطلع لذيذه جدا. اهم حاجه انها ما بتشطش ولا بتلزق من تحت. والكفته بتاعتنا ما شاء الله ما شاء الله تحفه ومستويه. لو انتوا شايفين حتى لو انا حاسه ان لسه فيها اجزاء ما اتحمرتش فانا بخليها تكمل تسويتها عشان تبقى مستويه 10 على 10. عندنا فكره حلوه قوي، بما انهم هما اتنين بس كده مش محتاجين بقى الجزء ده، فاحنا ممكن ايه بسم الله الرحمن الرحيم عشان نخلص على طول. تمام، كده المكرونة بتاعتنا على نار بتستوي، بدأت تغلي اهي زي ما انتم شايفين. هسيبها 3-4 دقايق بالظبط واطفي عليها واسيبها. خلاص كده هتكون المكرونة خلاص جاهزة ومستوية. بينا بقى نبتدي نشتغل. ومعانا ايه؟ معانا سلطة من السلطات اللذيذة جدا والمفيدة جدا، سلطة بابا غنوج او البتنجان المشوي. تعالوا نشوف هنعمل ايه ونشوف المقادير. عندنا 2 بتنجان رومي مشوي، واقول لك هنا تختاري البتنجان عامل ازاي. معلقه كبيره من الثوم المشوي، فاكرين كنا عملنا خزننا او من طرق حفظ الثوم كنا عملنا الثوم المشوي بالزيت الزيتون، هو ده. تمام، ده هنحتاج منه معلقه كبيره، نص كوبايه من البقدونس المفروم، ومعلقتين كبار من الشبت المفروم، فلفل احمر حامي لو احنا بنحبها سبايسي، ما بنحبهاش حراقه بنستبدله فلفل احمر بارد. هنحتاج كمان ربع كوبايه من عصير الليمون، نص كوبايه ميه دافيه، كوبايه طحينه، وربع كوبايه خل، وكزبره ناشفه، وكمون، وملح. دي كده مقادير السلطه بتاعتنا. طيب هل الكبه بتاعتنا جاهزه؟ محتاجين الكبه. يلا بينا. ما السلاح نفسه، بصوا كده المكرونه غليت كويس قوي زي ما انتم شايفين كده. هعمل ايه؟ هغطيها واسيبها واطفي عليها
وخلاص هي كده هتستوي، ما تقلقوش هتستوي لوحدها. اهم حاجه تكون غليت كويس جدا. كمان خلاص الكفته كده زي الفل. بسم الله. لو زي ما قلت لكم لما تلاقوها لازقه تسلكوها عشان ما تقطعش. وايدي الكفته ما شاء الله زي الفل. احنا نبقى نشيل بقى ده، بس انا ممكن اطفيها. وايدي كمان الفيشه بتاعتها. كده خلصنا الكفته ما شاء الله شكلها خطير. احنا ممكن بقى نحط هنا بقى ايه سلطه. تمام. تاني طلبت مننا تاني. طيب يلا بينا. الكفته المشويه مقاديرها هتنزل دلوقتي على الشاشه تاني علشان طلبت مننا. بصراحه ريحتها تحفه جدا جدا. المقادير كانت عباره عن ايه بقى؟ نص كيلو صدور ونص كيلو اوراك. تمام. متقطعين مكعبات صغيره، وزي ما قلنا اهم حاجه في الموضوع ان يكونوا مغسولين ومتنشفين كويس جدا جدا. 3 معالق كبار من اللي هي المفرومه ان وجدت، بس هي بتدي فعلا تاثير حلو قوي وطعم حلو قوي. بصله كبيره مفرومه، 1/4 كوبايه كزبره خضراء مفرومه، فلفل رومي متقطع، وواحد فلفل حامي احمر كمان متقطع مكعبات، 2 معالق كبار من الزيت، رشه سكر، 1 معلقة صغيرة من البابريكا ويفضل تكون مدخنه، 1 معلقة صغيرة كمون، 1 معلقة صغيرة توم باودر وبصل باودر ورشه من الحبهان الباودر وفلفل اسود. وعايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا، ان المكونات كلها بتتاخد فيما عدا الزيت والفراخ، بيتاخدوا في الكبه وتضربيهم، بعد كده تنزلي عليهم قطع الفراخ، اضربي كله مع بعضه كويس جدا، والزيت هتبلي ايدك فيه وتصبعي وتشكلي وتسوي، يا اما على طاسه على النار، يا اما في الفرن في صاج، يا اما على جريل زي ما احنا عملنا، او على الفحم زي ما انت حابه انك انت تشويها. طالعه خطيره خطيره وطعمها لذيذ جدا. تعالوا بينا بقى نشتغل ونعمل مع بعض البابا غنوج. زي ما قلنا النهارده احنا مستخدمين التوم المشوي اللي هيدينا طعم حلو جدا. طيب لو انا عايزه اعملها ومش عندي توم مشوي وشايلاه والكلام ده كله، بنحط راس توم، بنقفلها كده بورق الومنيوم ونشويها واحنا بنشوي البتنجان. بدايه كده البتنجان علشان نجيبه ونعمل بيه السلطه يفضل ان هو يكون قليل البذر، يعني البذر اللي جواه قليل. ليه بقى؟ لان لما بيكون بتنجان مليان بالبذر بيبقى فيه مراره، احنا مش عايزين المراره دي. علشان كده دايما تستخدمي البتنجان اللي هو مسحوب طويل بالشكل ده، خفيف وزنه خفيف، ما تبقاش البتنجانية تقيلة اللي بيتقل وزنها هو البذر. فعلشان كده وانتي بتختاري البتنجان بايدك كده تحسيها خفيفة كده، فبيكون ما فيهاش بذر وتديكي طعم حلو جدا جدا. طبعا كل ما كان الطازة والعنق ده اخضر قوي كل ما بيكون البتنجان طعمه مسكر ولذيذ جدا. هنجيبها هنغسلها تبقى معانا بالشكل ده. هروح اجيب سكينة يكون ليها بوز حامي كده وابتدي اعمل فيها فتحات بالشكل ده. انا عن نفسي دايما بفضل شوي البتنجان على البوتاجاز، ما بحب الشوي الفرن لانه بيغمقه شويه. طب اشويها ازاي على البوتاجاز؟ عين البوتاجاز بنولعها وبنحط عليها اي صاجه اي شياطه بنحطها، واحط عليها البتنجان علشان يتشوي، ومن وقت للتاني بقلبه على كل الاتجاهات واقعده شويه كده علشان يبقى مستوي من كل الاتجاهات. تمام. بعد ما بيستوي خلاص بنبتدي ان احنا نقشره علشان يبقى جاهز معانا بالشكل ده. زي ما قلت لكم لو ما عنديش التوم المشوي مخزنينه زي ما احنا عملنا كده، فاحنا بنشوي البتنجان راس توم سليمه هحطها في ورقه الومنيوم واحطها جنب البتنجانه، وبرده من وقت للتاني ببتدي ان انا اقلبها علشان تتشوي، وبعدين ابتدي ادوس عليها بقى ففرغ منها كل التوم اللي اتشوى. خلاص شوينا التوم وشوينا البتنجان، تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. تعالوا بينا يلا نحط في الكبه الأول في الكبة التوم. بسم الله الرحمن الرحيم. التوم بقى بالزيت بتاعه بالروزماري بكل اللي احنا حاطينه معاه. أحط كمان الطحينة. الكزبرة الناشفة والكمون. هضيف كمان الشبت والبقدونس، الفلفل الحامي او البارد زي ما انت بتحبي،
عندي بقى عصير الليمون وادي الخل، وحوالي نص كوبايه كده من الميه، وما ننساش الملح. خلاص لا لسه دلوقتي سامعاكي. اتفضلي. ايه صباح الفل. كده خلاص حطينا كل حاجة فيما عدا البتنجان، تمام؟ هضربهم كويس مع بعض. طب ليه ما حطيتش البتنجان معاهم؟ عشان مش عايزة سلطة البابا غنوج تبقى يعني البتنجان مش باين فيها. أحب دايما أخلي البتنجان في الآخر، نديله كده ضربات متقطعة بحيث إن أنا ألاقي قطع كده من البتنجان وأنا باكل. فتعالوا بينا يلا. كمان في حد ممكن إن هو يقطعه بالسكينة، يتفرم بالسكينة، أهم حاجة يكون مفروم خشن علشان ما يبقاش ملوش اثر خالص فمش باين معايا. تعالوا نضرب الكلام ده كله كويس جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نجي الناحيه دي، كان معانا شوربه احتياطي لو احتاجنا المكرونه خليها. يلا بينا. احنا كده زي الفل. بصوا معايا كده، الخلطه خطيره، الثوم المشوي اتفرم خلاص، البقدونس مع الشبت كده خدوا او نزلوا طعمهم في الطحينه والدنيا بقت تمام التمام. فاضل معانا ان احنا بس نحط البتنجان اللي احنا شويناه وقشرناه علشان ندي تكات كده علشان افرمه من غير ما اخليه ناعم تماما. بصوا يلا بينا. بسم الله. تنقية البتنجان عليها عامل كبير قوي قوي ان بابا غنوج تطلع معانا السلطة حلوة، ما يكونش فيها كمية بذر كبيرة تخليها مرارة. نقفل بقى تاني. بسم الله. ونشغل. خلصنا والبتنجان اتفرم معانا فرم خشن علشان يبقى باين معانا كده ان في قطع من البتنجان. نجيب بقى طبق التقديم، وطبق التقديم يلا بينا. ناخد بس كده ايه بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى السلطة وجمالها، تحفة يا جماعة ما شاء الله، قوام حلو جدا. عايزة اقول لكم سلطة البابا غنوج تقدري تحفظيها في التلاجة، تقعد معاكي كام يوم في التلاجة، حلوين جدا. اهم حاجة بس ما يكونش حد اكل منها بعيش بمعلقة ورجعها، الكلام ده كله بنحطها وهي لسه معمولة كده في علبة، ناخد احنا منها بمعلقة نظيفة ونقدم، واللي يتاكل منه ما يرجعش فيها تاني، فتقعد معاكي في التلاجة ممكن اسبوع ما يجرهاش حاجة. كده خلاص زي الفل ما شاء الله. تيجوا ندلعها شوية ونحط لها بقى شوية زيت زيتون على الوش، بس احنا بقى هناخد لها زيت زيتون بتاع التوم، زيت زيتون بطعم الثوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله تحفة. طب ألف هنا وشفا، رهيبة.
نرجع بقى نبص ايه رايكم. والله شكلها تحفه جدا حته الفلفل اللي طلعت دي، مديالها منظر حلو قوي. نبص بصه كده اخبار المكرونه بتاعتنا، ما شاء الله فاكرين كنا طافين عليها وهي لسه فيها ميه وبتبقبق والكلام ده كله، استوت المكرونه وبقت ما شاء الله تحفه اهي، واحنا طافين عليها هايل. خلينا مغطيين كده على ما نظبط دنيتنا. احنا معانا فاصل تاني ولا خلصنا؟ نطلع فاصل نلم حاجتنا ونرجع علشان نقدم وصفاتنا واعتراف اي حته مستنياكم. رجعنا لكم تاني والاكل شكله خطير يا جماعه، تحفه جدا جدا. وادي المكرونه اللذيذه بتاعتنا اللي احنا عملناها المحمره. بصوا بقى الجمال يا خبر، تحفه وتفتح النفس جدا. طبعا لو احنا بقى بنحب الحاجه حراقه فشويه شطه كده واحنا بنقلبها اخر تقليبه تبقى حلوة قوي. مفرفرة مش معجنة، دي ميزة بقى المكرونة المحمرة. فلنكتفي بهذا القدر عشان عمالة ايه بتنهار. زي ما قلت لكم الحلة بتبقى نظيفة جدا. بصوا يعني خلينا هنا، بصوا الحلة عاملة ازاي، مفيش حاجه لازقه فيها خالص، تطلع تحفه. اهم حاجه تسيبيها تغلي كده لاربع خمس دقايق وتغطي، تكوني مغطيه اصلا وتطفي عليها وتسيبيها، هتبقى 10 على 10 هتستوي من غير ما تشيط ولا حاجه. نديها بقى رشه كده اوراق الكزبره الخضراء وهي سخنه، بتخلي طعمها حلو قوي. احنا ممكن ناخد لها بقى ايه، قرن فلفل اخضر وواحد زقنطوط احمر، وبكده نكون ايه خلصناها وقدمناها بألف هنا وشفا. سهله ولذيذه زي ما شفتوا كده، الموضوع ابسط ما يكون. غدوه احنا الحلقه بتاعتنا مدتها ساعه او ساعه وحاجه بسيطه، طبعا بنطلع فواصل وبنوقف لغايه ما ترجعوا لنا تاني. انت في البيت هتعملي كل ده في ساعه زمن، هتحطي البتنجان يتشوي وبتعملي الكفته شغاله والمكرونه على النار والتلاته هيطلعوا معاكي في نفس الوقت. عينيا يعني انا مظبوط كده، بص كده يا استاذ حمدي تمام، ربنا يعزك يا استاذ حمدي. بس كده وعملنا الغدوه. نعم وعاملين كمان مع البابا غنوج، حاطين بقى ايه عيش فينو بالتوم برضو المشوي اللي احنا عملناه عشان ايه يبقى عامل زي الدب كده، تغميسه كده حلوه قوي يا خبر هاكلها. خلوها بعد الهوا. دي كده كانت وصفاتنا النهارده، اتمنى تكون نالت اعجابكم. عملنا كفته الفراخ بطريقه بسيطه بس نتيجه ممتازه جدا جدا. كمان عملنا سلطه البابا غنوج بالتوم اللي احنا حفظناه مع بعض، بجد خطير وبينفع، قلت لكم في وصفات كتير هنشتغل بيه على طول ان شاء الله. كمان عملنا المكرونة المحمرة بشوية تركات بسيطة هتفرق جدا جدا في الطعم. أتمنى تكون حلقة النهاردة ووصفاتنا عجبتكم. هستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم اللي دايما بتساعدنا على بيج العزومة، وكنت معاكم فاطمة بوحيتي. أشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.